هاي أغاني عيد الميلاد صارت تقليد سنوي معروف ومواكب لفترة الأعياد من فترة طويلة. تقليد تقديم الأغاني الميلادية بالكنيسة بلشت مع القديس فرانسيس الأسيزي بالقرن الثالث عشر. جينجل بيلز هي أغنية انكتبت بالأساس لعيد الشكر، تعتبر أول أغنية غناها رواد الفضاء توم ستافورد وولي شيرا بقلب الفضاء ب 16 كانون الأول من سنة 1965. أغنية White Christmas لبينغ كروسبي هي أكثر أغنية ميلادية حققت مبيعات بالعالم، تخطت ال 50 مليون نسخة. أغنية All I Want for Christmas is You انكتبت ب 15 دقيقة وحققت مارايا كاري 60 مليون دولار من حقوق استعمالها. مين قال إن أغنية Last Christmas حققت نجاحات كبيرة وتم تخصيص عائدات حقوق استخدامها لمكافحة المجاعة بإثيوبيا؟ أنا قال. شوفكم بكرة.